بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم أعزائي الطلبة في درس جديد من مادة الرياضيات للصف الثالث إعدادي الجزء الأول. درسنا اليوم هو عبارة عن حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالحذف باستعمال الجمع والطرح. أهداف الدرس هو حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالتعويض باستعمال طريقة الحذف بالجمع، وكذلك حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالتعويض باستعمال طريقة الحذف ولكن بالطرح. نبتدي بتمهيد للدرس. خلال السنة يزيد عدد الأشهر ألف التي ترتفع فيها درجة الحرارة العظمى في مملكة البحرين على 30 درجة سليزية بمقدار شهري على عدد الأشهر باء التي تنخفض فيها عن 30 درجة سليزية، ويمثل النظام الآتي هذا الموقف: ألف زائد باء يساوي 12 وألف ناقص باء يساوي 2. السؤال الأول: لماذا تم تمثيل الموقف بالنظام ألف زائد باء يساوي 12 وألف ناقص باء يساوي 2؟ الإجابة أعزائي الطلبة: لأن هناك 12 شهراً في السنة، والفرق بين ألف وباء، ألف وباء هو ألف هو عبارة عن الأشهر التي ترتفع فيها درجة الحرارة، وباء هو عبارة عن الأشهر التي تنخفض فيها درجة الحرارة، فإذا الفرق بينهما يساوي 2. السؤال الثاني: ماذا سيحدث للمتغير باء عند جمع المعادلتين؟ سيحذف لأن باء زائد سالب باء يعطيني الإجابة صفر، العدد مع نظيره يساوي صفر، وهنا المتغير مع نظيره يساوي صفر. إذا جمعت هاتين المعادلتين فسوف يتم حذف المتغير باء، وتسمى طريقة الجمع أو الطرح في حل النظام بالحذف. الآن عند حل نظام المعادلات بالحذف، رقم واحد نكتب النظام بحيث تكون الحدود المتشابهة فوق بعض. رقم اثنين إذا كان لأحد المتغيرين المعامل نفسه فأطرح المعادلتين، وإذا كان أحد المعاملين معكوساً للآخر أجمع المعادلتين ثم نحل المعادلة الناتجة. رقم ثلاثة نعوض عن قيمة المتغير الناتج في الخطوة رقم اثنين في إحدى المعادلتين ونحله لإيجاد المتغير الآخر. في الأخير نكتب الحل في صورة زوج مرتب يتكون من سين وصاد. الآن نبتدي بأول مثال في الدرس. استعمل الحذف لحل النظام الآتي: 4 سين زائد 6 صاد يساوي 32، وتعتبر المعادلة رقم 1. 3 سين ناقص 6 صاد يساوي 3، وهي المعادلة رقم 2. فإذا أول خطوة: كل معاملي المتغير صاد في المعادلتين معكوساً للآخر. راح ألاحظ بأن في المعادلة الأولى موجب 6 صاد، والمعادلة الثانية سالب 6 صاد. فإذا معاملي المتغير صاد في المعادلتين معكوساً للآخر. الخطوة الثانية: بما أن المعاملين معكوسين للآخر نجمع المعادلتين. فإذا 4 سين زائد 6 صاد يساوي 32 زائد 3 سين ناقص 6 صاد يساوي 3. فإذا بالتبسيط 4 سين زائد 3 سين يساوي 7 سين، موجب 6 صاد وسالب 6 صاد تشطب بصفر، يكون الناتج صفر.
فتساوي 32 زائد 3 راح يكون الناتج 35، فإذا 7 سين يساوي 35. بقسمة الطرفين على 7 ينتج بأن سين تساوي 5 بالتبسيط. الآن الخطوة رقم 3 نعوض 5 بدلا من سين في المعادلة رقم 1. نكتب المعادلة رقم 1 وهي 4 سين زائد 6 صاد وتساوي 32. نعوض بدلا من سين بخمسة فيكون 4 في 5 زائد 6 صاد يساوي 32. 4 في 5 هو عبارة عن 20 زائد 6 صاد يساوي 32. بطرح العشرين من طرفي المعادلة، 20 ناقص 20 راح يكون 0، فإذا 6 صاد راح يساوي 32 ناقص 20 يساوي 12. بقسمة الطرفين على 6 فيكون الناتج بالتبسيط صاد يساوي 2. الآن نكتب الحل في صورة زوج مرتب يتكون من سين فاصلة صاد، فإذا حل النظام هو 5.2. الآن ننتقل إلى مثال آخر، استعمل الحذف لحل النظام الآتي: سالب 3 سين زائد 4 صاد يساوي 12، وتعتبر المعادلة رقم 1. 3 سين ناقص 6 صاد يساوي 18، المعادلة رقم 2. الخطوة رقم 1، نلاحظ بأن كل من معاملات سين في المعادلة معكوسين للآخر، فإذا ألاحظ سالب 3 و 3، فإذا سيتم جمع المعادلتين. سالب 3 سين زائد 4 صاد يساوي 12 زائد 3 سين ناقص 6 صاد يساوي 18، فإذا راح يكون سالب 3 سين زائد 3 سين راح يكون 0، 4 صاد زائد سالب 6 صاد راح يكون الناتج سالب 2 صاد، نطرح ونضع إشارة الأكبر. 12 زائد 18 راح تكون الإجابة 30، فإذا سالب 2 صاد يساوي 30. بقسمة الطرفين على سالب 2 ينتج بأن صاد تساوي سالب 15. الخطوة رقم 3، نعوض سالب 15 بدلا من صاد في المعادلة رقم 2. المعادلة رقم 2 هي 3 سين ناقص 6 صاد يساوي 18، فإذا 3 سين ناقص 6 في سالب 15 يساوي 18. 3 سين سالب 6 ضرب سالب 15 موجب 90 ويساوي 18. الآن بطرح 90 من طرفي المعادلة راح ينتج 3 سين، طبعا 90 ناقص 90 هنا 0، 3 سين راح يساوي 18 ناقص 90 سالب 72. بقسمة الطرفين على 3 راح ينتج بأن سين تساوي سالب 24. إذن حل النظام هو سالب 24 فاصلة سالب 15 سين فاصلة صاد. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب استعمل الحذف لحل النظام في كل مما يأتي، ولكم من الوقت 8 دقائق.
انتهى الوقت، بارك الله فيكم. والآن نستعرض الإجابة الصحيحة معا. في التدريب الأول ستكون للنظام حل وهو عند 0.1، بحيث أن س تساوي 0 وص يساوي سالب 1. في التدريب الثاني حل النظام هو 6.1، حيث س تساوي 6 وص يساوي 1. الآن ننتقل إلى مثال وفكرة أخرى. استعمل الحذف لحل النظام الآتي: 4س + 2ص = 28، و 4س - 3ص = 18. الخطوة رقم 1، ألاحظ المتغير س في المعادلتين له المعامل نفسه. إذا بلاحظ بأن لس في المعادلتين له المعامل نفسه اللي هو 4 و4، فإذا سيتم طرح المعادلتين. 4س + 2ص = 28 - 4س + 3ص = 18. 4س - 4س، فإذا راح يكون 0. 2ص - سالب 3ص، طبعا سالب مع سالب راح يتحول إلى موجب، فإذا راح يكون 2 + 3 = 5ص. 28 - 18 راح يكون 10، بقسمة الطرفين على 5، فإذا ص = 2. الخطوة رقم 3، نعوض 2 بدلا من ص في المعادلة رقم 1، فإذا المعادلة رقم 1 4س + 2ص = 28. يتم التعويض بدل ص ب2، فإذا 4س + 2 في 2 = 28. بالتبسيط 4س + 4 = 28. بطرح 4 من طرفي المعادلة راح ينتج بأن هنا 4 - 4 = 0. بالتبسيط 4س = 28 - 4 = 24. بقسمة الطرفين على 4، فإذا س تساوي 6. فإذا حل النظام هو 6.2. 6 هي عبارة عن س و2 هو عبارة عن ص. ننتقل أعزائي الطلبة إلى مثال آخر. استعمل الحذف لحل النظام الآتي: 5س + 2ص = 6، 9س + 2ص = 22. الخطوة الأولى، نلاحظ بأن المتغير ص في المعادلتين له المعامل نفسه اللي هو 2 - 2 و - 2. فالخطوة رقم 2، سيتم طرح المعادلتين: 5س - 9س، بنطرح ونضع إشارة الأكبر، فإذا راح تكون الإجابة -4س. 2ص - 2ص راح يكون الإجابة 0، ويساوي 6 - 22، ستكون الإجابة -16. بالتبسيط ينتج -4س = -16. بقسمة الطرفين على -4، فإذا س تساوي -16 / -4، بينتج س تساوي 4 بالتبسيط. الآن في الخطوة رقم 3، يتم التعويض 4 بدلا من س في المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 1 هي 5س + 2ص = 6. نعوض بدل س فيكون 5 في 4 + 2ص = 6. 5 في 4 = 20 + 2ص = 6. بطرح 20 من طرفي المعادلة فينتج 20 - 20 = 0. بالتبسيط 2ص = 6 - 20 = 14. بقسمة الطرفين على 2 ينتج بأن ص تساوي -7.
فإذا حل النظام هو 4.7. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب استعمل الحذف لحل النظام في كل مما يأتي، ولكم 8 دقائق للحل.
انتهى الوقت. بارك الله فيكم أعزائي الطلبة، والآن نستعرض الإجابة النهائية معا. في التدريب الأول سيكون حل النظام هو 1.2، حيث قيمة سين تساوي 1 وقيمة صاد تساوي 2. في التدريب الثاني حل النظام هو -5.7، حيث أن قيمة سين تساوي -5 وقيمة صاد تساوي 7. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى مثال آخر، وهو عددان 3 أمثال الأول مضافا إليه 5 أمثال الثاني يساوي 1، وثلاثة أمثال الأول مضافا إليه 7 أمثال الثاني يساوي -1. السؤال رقم 1، اكتب نظام من معادلتين لتمثيل الموقف أعلى. فنفرض بأن س هو العدد الأول وصاد هو العدد الثاني. الآن 3 أمثال الأول، كلمة أمثال معناته ضرب، فإذا 3 أمثال الأول، الأول هو سيتم فرضه بسين لأن تم فرض العدد الأول سين، فإذا 3 سين. مضافا إليه معناته زائد 5 أمثال الثاني، تم فرض العدد الثاني صاد، فإذا راح يكون زائد 5 صاد يساوي 1. الآن ننتقل 3 أمثال الأول، فمعناته 3 سين مضافا إليه معناته زائد 7 أمثال الثاني، فمعناته 7 صاد يساوي -1. فإذا نظام المعادلات هو 3 سين زائد 5 صاد يساوي 1، والمعادلة الثانية هي 3 سين زائد 7 صاد يساوي -1. السؤال رقم 2، حل النظام بالحذف لتجد العددين. فإذا الخطوة رقم 1، بلاحظ بأن المتغير سين في المعادلتين له المعامل نفسه 3 و3، فبالتالي سيتم طرح المعادلتين. فإذا 3 سين زائد 5 صاد يساوي 1 ناقص 3 سين زائد 7 صاد يساوي -1. فإذا 3 سين ناقص 3 سين 0، 5 صاد ناقص 7 صاد بتكون الإجابة -2 صاد، 1 ناقص -1، فإذا بيكون 1 زائد 1 بينتج لي 2. الآن بقسمة الطرفين على -2، فإذا صاد يساوي -1. الآن في الخطوة رقم 3، نعوض -1 بدلا من صاد في المعادلة رقم 1. فإذا المعادلة رقم 1 هي 3 سين زائد 5 صاد يساوي 1. سيتم التعويض بصاد، فإذا 3 سين زائد 5 في -1 يساوي 1. بالتبسيط 3 سين 5 في -1 -5 ويساوي 1. بإضافة 5 إلى طرفي المعادلة، فإذا راح ألاحظ -5 زائد 5 العدد مع نظيره الجمع يساوي 0، فإذا 3 سين يساوي 1 زائد 5 6. في قسمة الطرفين على 3، فإذا راح ينتج بأن سين تساوي 2. فإذا العددان هما 2 و -1، فإذا العدد الأول 2 والعدد الثاني -1. أعزائي الطلبة، للمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثالث إعدادي، الجزء الأول صفحة 87 وصفحة 88 وصفحة 89، وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكراً.